والآن ينضم إلينا من بيروت الكاتب السياسي في صحيفة النهار اللبنانية السيد رضوان عقيل. أهلا بك سيد رضوان. يعني كيف تنظر إلى مشاورات رئيس الحكومة المكلف أديب، وهل من الممكن أن نشهد ولادة لحكومة جديدة بعد المبادرة التي قام بطرحها السيد سعد الحريري؟ أولا مساء الخير زميلتي الكريمة ومساء الخير لمشاهدي المملكة. لابد من الإشارة إلى أن الخطوات التي يقوم بها الرئيس المكلف أديب لا توحي حتى الآن أن موعد اقتراب ولادة هذه الحكومة أصبح قريبا، نظرا إلى جملة من الاعتراضات وجملة من المعطيات التي لا تبشر ولا تؤشر إلى أن هذا الموعد أصبح قريبا أو في يومين المقبلين أو في الأسبوع المقبل، نتيجة وجود جملة من التعقيدات. في مقدم هذه التعقيدات وبعد حل أزمة حقيبة المالية التي أصبح من المسلم أن الثنائي الشيعي أمل وحزب الله سيسميان شخصية مستقلة لهذه الحقيبة الحساسة، إضافة إلى مسألة أن القوى الأخرى تحاول أيضا الإقدام على مثل هذه الخطوة، ولا سيما من طرف رئيس الجمهورية ميشيل عون، ولا سيما أن إشارات وصلت إلى الرئيس المكلف أن مجموعة الوزراء المسيحيين سيقدم الرئيس الجمهورية على تسميتهم أو بالأحرى على حصول على مباركة من رئاسة الجمهورية كما حصل عند جانب أمل وحزب الله، إضافة إلى مسألة أن الرئيس المكلف يبدو مكبلا حيال أكثر من نقطة، أي بمعنى لا يملك القرار من أوله إلى آخره في عملية التأييد نتيجة جملة من الضغوط، أولا ضغوط فرنسية وضغوط خارجية عربية، إضافة إلى الضغوط التي يتحملها الرجل من رؤساء الحكومات السابقين، حيث يبدو أن الرئيس سعد الحريري هو الذي يؤلف، وأن الرئيس أديب أصبح واجهة احترام للرجل. طيب سيد رضوان، يعني خلال المشاورات أو خلال هذه الزيارة التي قام بها أديب إلى الرئيس عون، يعني لم يكن هناك لائحة بأسماء الوزراء الشيعة، برأيك ما الأسباب؟ يعني لماذا لم تشمل لائحة الأسماء التي قدمها أديب إلى الرئيس اللبناني أسماء الوزراء الشيعة؟ صراحة لم يقدم حتى أسماء الوزراء غير الشيعة، لم يقدمهم الرئيس أديب، كل الأسماء لم تقدم بعد إلى رئيس الجمهورية. مشكلة الوزراء الشيعة بالأمس حاول الخليلان حسين الخليل، لكن عفوا للتوضيح أكثر، الخبر لدي يقول أنه أديب حمل إلى عون لائحة أسماء وزارية لا تتضمن أسماء الوزراء الشيعة. نعم قرأت هذا الخبر، لكن بمعلومات التي استقرتها من دوائر القصر الجمهوري لم يقدم الأسماء كاملة، لم يقدم أي اسم. بالنسبة إلى الاسم الشيعي للمطروح لوزارة المال وبقية الأسماء الشيعية هي ثلاثة أسماء، الرئيس المكلف لم يتسلمها أمس من ممثلي حركة أمل وحزب الله، لذلك أنا في تقديري في الساعات المقبلة إلى حين موعد الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية قبل ظهر يوم غد ربما نصل إلى توليفة من الأسماء، لكن هناك جملة من العوامل وجملة من التعقيدات لا تزال تعترض طريق الرئيس المكلف. إذا تم الاستمرار على هذا المنوال فإنني أقول ولا أبالغ إذا قلت أن الرئيس المكلف لا يستطيع استكمال هذه المهمة، في حال وجود ألغام أخرى قد يتجه الرجل نحو الاعتذار، وعندها نصبح أمام مشكلة كبيرة ويخسر لبنان المبادرة الفرنسية، وهذا الزخم تحديدا من الرئيس ماكرون، يكون الشعب اللبناني أول الخاسرين في حال وصلنا إلى هذا الأمر لا سمح الله، علما أن مختلف الأفرقاء يقولون من الثنائي الشيعي إلى بقية القوى السياسية والكتل النيابية أننا نتمسك حتى النهاية بالمبادرة الفرنسية التي أصبحت خشبة خلاص سياسية واقتصادية للبنان للخروج من أزماته المالية والاقتصادية. من دون هذه المبادرة ومن دون تأليف الحكومة لا تعويل على كل الوعود التي أطلقت في استفادة لبنان من مؤتمر سادر والمؤتمرات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، لذلك سأخسر كل هذه العوامل وكل هذه المعطيات للأسف. طب إذا ذهبنا أن الرئيس سوف يقوم بتشكيل الحكومة يعني ولم يعتذر كما قلت، يعني أنت فرضت سيناريو أن الرئيس ربما يعترض، هذا سيناريو أحد السيناريوهات، ربما هذا يعني أحد السيناريوهات التي ربما تطرح، لكن إلى أي مدى قد يتم الاعتماد اليوم على مبادرة الحريري في شكل الحكومة المقبلة؟
أنا في تقديري مبادرة الرئيس الحريري جاءت متأخرة، ولم يكن الرجل موفقا عندما قال تجرع كأس السم وللمرة الأخيرة يتسلم هذه الحقيبة شخصية شيعية. هذا الأمر كان مطروحا من الجانب الفرنسي على رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن استطعنا أن نستطيع أن نقول أنه تم تجاوز خطوة كبيرة وعقبة كبيرة من خلال التسليم أن حقيبة المال ستكون للطائفة الشيعية، وهذا المكون يعتبر نفسه أنه محافظ من أكثر من جهة محلية وجهة خارجية. هذا أمر مهم، تجاوز موضوع حقيبة المال، لكن ماذا عن الحقائب الأخرى؟ ماذا عن حقيبة الحزب التقدم الاشتراكي للطائفة الدرزية؟ ماذا عن الحقائب المسيحية؟ كيف ستتوزع؟ لا، موضوع الحكومة في لبنان لم يعد محطة محلية، أصبح محطة خارجية 100%. هل تعني بأن مبادرة السيد سعد الحريري فتحت الشهية لبعض أيضا القوى السياسية باختيار الوزارات؟ صراحة عندما يسمح للجانب الشيعي وسواء كان على حق أو على غير حق، وأنا من وجهة نظر أن يتمثل هذا الفريق بما يعلنه بما يريده، لكن القوى الأخرى بالتأكيد لن تقف متفرجة وستقول كما حصل الثنائي الشيعي على حصته الوزارية على تسمية الأسماء التي ارتاح لها، فنحن من حقنا كقوى سياسية نشارك في هذه الحكومة أن تكون لنا كلمتنا، سواء من طرف تيار المستقبل أي بمعنى من وزراء السنة إلى الوزير الدرزي إلى الوزراء المسيحيين، ولا سيما أن الرئيس أديب يريد حكومة من 14 وزيرا أي حكومة مصغرة. هذا الأمر العدد ليس المشكلة، المشكلة أن هذه الشراهة مفتوحة على الحصول على هذه الحقائب. نعم. حتى لو كان هناك تسليم الاتيان بشخصيات مستقلة. نعم. ولا تحمل بطاقات حزبية. نعم، من بيروت الكاتب السياسي في صحيفة النهار اللبنانية سيد رضوان عقيل.